التحيه ليك مره اخرى زميلي امير ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما اتكلمنا امير وزي ما قلت رساله الجمهور وثقه الجمهور في لعيبه النادي الاهلي ودورنا ان احنا نوصلها. النهارده معانا مجموعه من جماهير النادي الاهلي الموجوده، ويعني عايز اقول لك ان هم جايين من بلد غريب من محافظه السويس، جايين النهارده يأزروا ويساندوا فريق النادي الاهلي. خليني ارحب بيهم، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، ارحب بيكم جميعا الاول، برحب بحضرتك. يعني زي ما قلت انتوا جايين من السويس، يعني قول لي جاي من النهارده ولا يعني جايين من امبارح؟ لا لسه جايين، ما لسه واصلين الفندق دلوقتي. استعدادكم بقى للمباراه واكيد مجمعين بعض النهارده، كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله الاهلي النهارده يفرحنا، اهم حاجه النهارده نكسب عشان نكسب الماتش اللي جاي. احنا طبعا ما عندناش نصعد تاني، احنا لازم نصعد اول. احنا انت عارف الاهلي طالما دخل البطوله لازم يصعد اول وياخد البطوله. ان شاء الله ان شاء الله نكسب النهارده. عايز اروح لحضرتك واسالك الرساله اللي انت جاي توصلها، ان احنا نكون موجودين النهارده في مقر اقامه فريق النادي الاهلي ودورك كواحد من الجمهور، الرساله عايز توصلها لكافه الجماهير ولاعيبه النادي الاهلي النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. ان مبدئيا احنا كانت في نغمه كده مسيطره على الموقف، ان في نغمه ياس او في نغمه احباط متصدره مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. احنا الاهلي مفيش حاجه اسمها كده، بفضل الله بفضل الله احنا ياما عدينا وياما دقت على الراس طبول زي ما بيقولوا، والاهلي عدى بمحن اكتر من كده بكتير. وباذن رب العالمين باذن رب العالمين الماتش بتاع النجم الساحلي وماتش الهلال في ام درمان بستة بونت مفيش حاجه، الاهلي لا يتنازل عن المركز الاول ان شاء الله. باذن الله هناخد اول مجموعه وهنصعد وباذن الله البطوله بتاعتنا باذن رب العالمين ان شاء الله. توقعاتك بسم الله يعني اقول ربنا ييسر كده، انا متفائل ان شاء الله مش هتقل عن 3 باذن الله، 3-0 ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك. خليني اروح لحضرتك، انا عجباني الحماس اللي موجوده الموجود عند الجماهير قبل انطلاق المباراه وقبل ساعات قليله من المباراه. عجبني الحماس وعجبني استعدادكم، انتوا جايين من محافظه السويس النهارده، رساله بتوصلوها ان جماهير الاهلي كل واحد وكلنا ورا الاهلي في اي مكان. لو جماهير الاهلي ما عندهاش روح الفانيلا الحمراء اللعيبه نفسها مش هيبقى عندها روح الفانيلا الحمراء، عشان احنا الاهلي عودنا ان هو يبقى مزنوق كتير او اللعيبه دي هي اللي زنقت نفسها، فاللعيبه دي هي ان شاء الله اللي هتعرف تخرج نفسها من اللي هي زنقتنا فيه. جمهور الاهلي كده كده، الاهلي فوق الاهلي تحت الاهلي في اي حاجه اي حاجه كده كده جمهور الاهلي وراه. احنا مش شعارات، مش على المره والحلوه، لا احنا في كل حاجه ورا الاهلي. ان شاء الله هنكسب هنا وهنكسب هناك، عشان لو عايزين ناخد البطوله لازم نكسب بره ونكسب جوه. واحنا فرحانين ان احنا على قناه النادي الاهلي، وان شاء الله يبقى احنا وشنا حلو عليكم وانتوا وشكم حلو علينا، وان شاء الله هنكسب النهارده 2-0. دي قناه البيت الكبير، بيتنا كلنا، بيت النادي الاهلي. عايز اروح لحضرتك باخد منك رساله مضمونها ونقولها نوصلها لعيبه النادي الاهلي من خلال قناه النادي الاهلي دلوقتي، تحب تقول لهم ايه؟ اولا ده الجنرال اللي بيلمنا كلنا عشان الماتشات. حبيبي ان شاء الله باذن الله هنكسب النهارده ماتش ب3 بونت، هنجيب ال3 بونت من السودان باذن الله، نصعد اول مجموعه باذن الله. الاهلي رقم واحد في مصر وفي افريقيا، احنا معانا 8 افريقيا ان شاء الله باذن الله، التاسعه ان شاء الله دور الثمانيه هنقابل صن داونز، ناخد طرنا باذن الله، بتمناها من ربنا نقابل صن داونز باذن الله، ناخد طرنا السنه اللي فاتت، وان شاء الله يا صن داونز يا الزمالك، الزمالك كعبنا عالي عليهم يعني باذن الله ان شاء الله، صن داونز او الزمالك باذن الله. عايز اسالك بطولتنا باذن الله، بيقولوا انت الجنرال اللي بتجمعهم، قول لي بقى التجميع بتبقى ازاي واستعدادكم خاصه للمباريات اللي بتبقى الافريقيه وتواجدكم من محافظه السويس لمحافظه القاهره. احنا طبعا انا اللي بجمع لا 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 احنا على طول احنا بنروح ورا الاهلي في دول مش في مصر بس، بنجمع نفسنا احنا بنطلع احنا كتير قوي على فكره، يعني احنا بنجمع ميكروباص المره دي كان في المره دي عشان في حاجه في التذاكر بقى احنا ففي مشكله في التذاكر لحد امبارح، الحمد لله ربنا كرمنا جبنا التيكتس بتاعنا والحمد لله. مش مهم، مهم الثلاثه بونت النهارده، هناخد خطوه خطوه باذن الله، النهارده خطوه 3 بونت 10 بونت النهارده ان شاء الله، السودان هنجيب الثلاثه بونت بتوعنا باذن الله، بطولتنا ومش هتخرج بره النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله. بشكر حضراتكم، وانا قاصدك يا امير ان يكون الجمهور في ظهرنا، لان هو دايما جمهور النادي الاهلي هو ظهرنا وهو سندنا. الجمهور مش مجرد شعارات، او جماهير النادي الاهلي لما قالت في الحلوه وفي المره معاه مش مجرد شعار، ولما قالت في الشده انا برضو ظهره انا ليه درع الامان، هم دول جمهور النادي الاهلي. كل التوفيق يا امير لفريق النادي الاهلي النهارده، الثقه اللي موجوده عند الجماهير، الثقه اللي موجوده في اللاعبين والجهاز الفني، ان شاء الله نكون قادرين على تحقيق الانتصار